أسعد الله أوقاتكم بكل خير وطيبها بذكره سبحانه، ونستكمل في الباب الخامس في منهج دراسة الحالة، وهو الجزء الأول مفصول عن الجزء الثاني لتبسيط المحاضرة والشرح بطريقة أفضل في طرق البحث في علوم الصحة. منهج دراسة الحالة يطلق عليه بالفرنسية كتعريف اللي هو المنهج المونوغرافي، ويعني هنا وصف موضوع مفرد محدد، ويقصد هنا بها اللي هو وقصد بها العلماء في فرنسا، علماء الاجتماع الفرنسيون، هو القيام بدراسة وحدة الأسرة أو القبيلة أو المصنع أو المجتمع أو الشيء الذي يراد دراسته دراسة مفصلة مستفيضة بغية الكشف عن جوانب متعددة والوصول إلى تعميمات تنطبق على غيرها من الوحدات أو الأجزاء في المجتمع، الأسر أو القبائل أو المصانع المتشابهة في دراسة هذه الحالة. يعني أنا بأخذ جزء مقارن وبأدرسه، جزء من المجتمع، وبطبق النتائج اللي تصدر عني أو معايا من هذه الدراسة على بقية أجزاء المجتمع لأنها شبيهة فيه. يعني زي ما بيقولوا أنا بأخذ عينة من عينات المجتمع وبأجري عليها الدراسة، ونتائج هذه الدراسة في منهج دراسة الحالة هنا ينطبق على باقي الحالات الأخرى المشابهة. تمام؟ دراسة الحالة هنا لما بدي أدرس حالة معينة، يعني بدي أجمع وأعرض بيانات مفصلة عن مبحوث اللي هو عينة سامبل، تمام، أو مجموعة صغيرة من المبحوثين يقصد فيها الأفراد، أو مجموعة صغيرة من المبحوثين اللي هي الأفراد، تتضمن عادة سردا للمبحوثين أنفسهم. يعني لما درست الحالة بدي أعمل سرد عن المجموعة الصغيرة اللي هي العينة اللي أنا اخترتها من أفراد المجتمع، أو الشيء اللي أنا بدي أجري الدراسة عليه اللي هو المبحوث أو المبحوثين، باعتبارها إحدى وسائل البحث النوعي. تركز دراسة الحالة على الأفراد أو المجموعات الصغيرة من الناس المبحوثين، ثم الحصول على استنتاجات عن هذا الفرد أو هذه الجماعة في ذلك الإطار المحدد. يعني أنا لما بدي أعمل دراسة عن أشخاص معينين أو شخص بحد ذاته، فبروح إيش بقى يعني بستخدم وسائل البحث النوعي، وبركز في دراستي على هذه المجموعات أو الفرد. دراسة الحالة يسعى الباحث هنا إلى اكتشاف حقيقة عامة أو حقيقة كونية، يعني كينونة هذا الشيء، أو إني أنا بدي أكشف حقائق عامة، كما لا ينظر في علاقات السبب والنتيجة. يعني ما بقارن الأسباب وما بشوف ليش الأسباب إلها علاقة في بعض أو النتائج، وإنما فقط يركز في دراسة الحالة على الاستكشاف والوصف. الاستكشاف والوصف فقط، إني أنا أستكشف إيش فيه وأوصف إيش فيه أو إيش موجود فقط. هاي هي دراسة الحالة. أيضا دراسة الحالة أقدم أشكال وسائل جمع البيانات على الإطلاق، ويرجع الفضل إلى علم الاجتماع والأنثروبولوجيا. علم الاجتماع والأنثروبولوجيا وصف الصياغة وشكل المفهوم كما نعرفه اليوم بين أيدينا من العلوم، لكن دراسة الحالة هنا طريقة مستخدمة بواسطة العديد من المجالات مثل الطب والخدمة الاجتماعية والتاريخ. ففي المجال الطبي ومجال الخدمة الاجتماعية ومجال التاريخ يستخدم دراسة الحالة بشكل واسع. ليش؟ لأنها بتوصف الأشكال والأسباب والحالات، ولكن لا تقارن بينهم، هي فقط للوصف والاستكشاف. أيضا تعني دراسة الحالة بالتداخل بين كل المتغيرات من أجل الحصول على فهم للموقف قدر الإمكان. إني بدي أقدر أنا أوصل لفهم محدد. هذا النوع من الفهم الشامل بالوصول إليه بيتم عن طريق عملية بنعرفها اسمها بالوصف المكثف. الوصف المكثف يعني أنا بركز في وصفي وبأسرد كل الفهم الشامل اللي بيتم الوصول إليه من دراسة الحالة. وأيضا هنا دراسة الحالة تتضمن اللي هو الوصف المكثف في دراسة الحالة، أن يتضمن إيش؟ وصف معمق للحالة اللي أنا أجريت عليها الدراسة.
إيش بيشمل؟ يشمل الوصف المكثف تفسير معاني البيانات الديموغرافية أو تفسير معاني البيانات الوصفية مثلا المعايير والقيم الثقافية لمجتمع معين، قيم المجتمع، اتجاهات المجتمع، الدوافع المتأصلة في المجتمع. كل هذه إيش؟ لما أنا بوصفها في علم الاجتماع فبروح بعمل دراسة حالة اللي أستكشف وأوصف. أيضا على نقيض وسائل جمع البيانات الكمية، يعني هنشوفها في لقدام شوية، التي تركز على الأسئلة الكمية، نجد أن دراسة الحالة هي الاستراتيجية المفضلة عند طرح أسئلة من نوع كيف ولماذا. يعني عشان أنا لما أقول ليش وكيف في للمجتمع، هو دراسة الحالة هي أفضل شيء، أفضل استراتيجية. دراسة الحالة وسيلة مفضلة أيضا عندما لا يكون للباحث سيطرة على الموقف المدروس. يعني أنا ما عنديش سيطرة إني أسيطر على مجموعات مجتمعية في سلوكهم أو في تاريخهم، أو عندما يكون لدى الباحث اهتمام بالحياة الواقعية للإطار المدروس. يعني الحياة الواقع، شو الواقع بقول؟ أنا ما بدي شيء من تخيلات المبحوثين، أنا بدي الواقع الحقيقي اللي بيصير قاعد. كما أن من أهداف دراسة الحالة تقديم متغيرات جديدة وأسئلة للبحث حول الموقف المحدد. إذا لما أنا أقدم متغيرات جديدة وأسئلة بحث حول موقف محدد، بكون أنا إيش؟ استخدمت دراسة الحالة. أنواع دراسة الحالة، هناك عدة أنواع من دراسة الحالة، على الباحث أن يختار واحدة منهم ما يتناسب مع أهداف وموضوع دراسته التي يجريها على الحالة أو على العينة التي تم اختيارها، وهي دراسة الحالة التوضيحية ودراسة الحالة الاستكشافية. إذا حابب يوضح بس، بيستخدم دراسة الحالة التوضيحية. هذه الدراسة وصفية في الأساس وتهدف إلى التعريف بالموقف فقط، توصف فقط بس بتعرف. هنا الاستكشافية هاي الدراسة مكثفة معمقة، تجري مثلا قبل تنفيذ مشاريع البحث الكبرى، زي اللي بنقول عنها الدراسات، دراسة الجدوى مثلا. لما بدي أعرف أنا مشروع بده يربح أو بده يخسر، بدي أتعمق في السوق، ليش وكيف ومين بده يشتري ومين بده يستهدف وقديش بده يكلفني وقديش بدي أخسر قديش بدي أربح. هذه هي دراسة الحالة الاستكشافية. هدفها الأساسي هو أن أنا أساعد في تحديد أسئلة البحث ومقاييس البحث. من سلبيات هذه الطريقة أن النتائج الأولية ممكن تكون إيش؟ مقنعة، وثم تنشر كاستنتاجات نهائية، وممكن تتغير. طبعا هذه حتتغير في أرض الواقع، مش حتكون حقيقة، ولكن النتائج الأولية ممكن قد تبدو، شايفين، مش مؤكد. في دراسة الحالة التراكمية ودراسة الحالة النقدية، إني أنتقد الشيء، أنقد الشيء. التراكمي هنا تهدف هذه الطريقة لمراكمة البيانات التي تم جمعها من مواقع مختلفة وفي أوقات مختلفة وأزمنة مختلفة. الفكرة الأساسية وراء هذه الطريقة هي إني أنا أجمع الدراسات السابقة، أجمع الدراسات السابقة اللي لها علاقة بالموضوع اللي أنا بدي أبحث عنه. وإيش أعمل؟ يسمح بتعميم أوسع بدون تكاليف دراسات جديدة قد تكون مجرد إعادة للدراسات السابقة. يعني ممكن أنا زي أعيد كمان مرة واستكشف كمان مرة إيش فيه، وأتفاجأ إنه نفس النتائج، وهكذا وتتراكم ويعني الدراسات، وهو إيش بيطلع في النهاية؟ مجرد إعادة فقط ولا يوجد جديد. دراسة الحالة النقدية تهتم هاي الدراسة أو الطريقة بدراسة حالة واحدة فقط في موقف واحد فقط أو عدة مواقف، دون الاهتمام أني أنا أقدر أوصل إلى تعميمات محددة أو استنتاجات محددة، وهي مفيدة في دراسة الأسباب والنتائج. يعني إذا بدي أعرف سبب معين أو ليش صار كده معايا في موضوع معين، بستخدم الدراسة الحالة النقدية. الأطر النظرية في دراسة الحالة، يحتاج الباحث إلى توضيح للأسئلة التي يود استكشافها والإطار النظري اللي راح يتناوله في خلال الدراسة أو في خلال الحالة. هناك ثلاث أنواع من الأطر النظرية،
وهي الأكثر استخدام، النظرية الفردية والنظرية التنظيمية. خلينا نشوفهم هنا في هذا السلايد. هذه النظرية الفردية تركز بشكل أساسي على تطور الفرد من حيث الإدراك، تطور الأشخاص من السلوك والتعليم، تطور التفاعل وما إلى ذلك من الخصائص الفردية لشخص معين. ليش؟ عشان هيك هي نظرية فردية. النظرية التنظيمية بتركز على تنظيم العمل، تنظيم المؤسسات، البناء التنظيمي، الهيراركي، الوظائف، الصناديق، التوزيع الفني للعاملين في المؤسسات، التوزيع الإداري الديموغرافي لهم، وهكذا. فهذه النظرية التنظيمية أخذتوها أعتقد في الإدارة الصحية، أنه في إلها تعميم أكبر بنظام العمل ونظام المؤسسة. النظرية الاجتماعية وهي تركز على النمو الاجتماعي، النمو الحضري، سلوك المجتمع ومؤسسات المجتمع، ثقافة المجتمع. هنا المؤسسات هاي أيضا يدرس في النظريات، هاي المؤسسات الاجتماعية والثقافية أيضا يدرس سلوكياتها وتأثيرها على الأفراد المبحوثين أو المجتمع المبحوث، إذا كانت هذه المؤسسات تخدم هذه الفئة من فئات المجتمع. تصميم دراسة الحالة، عشان أنا أصمم بدي إيش؟ أختار الإطار النظري اللي يمكنني أنا كباحث البدء في تصميم دراسة الحالة وتصميم البحث بشكل عام. كما هو معروف يتناول مجموعة من القضايا، نوع الأسئلة البحثية والبيانات المناسبة، البيانات التي سوف يتم جمعها وكيفية تحليل هذه البيانات. وبالنسبة لتعدد المواضيع في التصميم، هنا دراسة الحالة من الصعب تحديد طريقة معينة حتى إني أصمم دراسة الحالة، لكن في مكونات أساسية، يعني زي مثلا أسئلة البحث، قضايا البحث، وحدة التحليل، المنطق الذي يربط البيانات بقضايا البحث، المعيار لتفسير النتائج، يعني أسئلة البحث شو بدي أسأل أنا في بحثي، شو بدي أنا أوصل لنتائج، بدي أحط أسئلة لأنه إجابات الأسئلة هذه هي الأجوبة اللي أنا بدي أحللها في دراستي. قضايا البحث شو هي القضية اللي أنا بدي أناقشها، كم قضية بدي أعمل، كم فرضية وكم نظرية. وحدة التحليل اللي هي إيش، شو بدي أستخدم أنا في تحليل البيانات، المنطق أو اللوجيك اللي بده يربط البيانات بقضايا البحث، شو هو القانون أو النظرية اللي أنا بدي أو الفرضية اللي أنا بدي أحطها، العلاقة ما بين النتيجة والسؤال تبعي أو الواقع اللي أنا ببحث عنه، والمعيار اللي بدي أفسر فيه هذه النتائج. بالإضافة إلى المكونات، يجب أن نوضح في الإطار النظري، ويجب أن نوضح أهداف الدراسة، ويجب أن نوضح موضوع أو مواضيع الدراسة والمسائل المناسبة اللي أنا بدي أجمع فيها البيانات، ومكونات التقرير النهائي في تصميم دراسة الحالة. فإذا النتائج النهائية بدها تكون عبارة عن إطار نظري، دراسة الحالة عفوا في نتائجها النهائية كلها بدها تكون في شكل إطار نظري وموضح به أهداف هذه الدراسة وموضوع الدراسة والمسائل المناسبة والوسائل، عفوا الوسائل المناسبة لجمع البيانات، هنا خطأ مطبعي صبايا، الوسائل المناسبة لجمع البيانات ومكونات التقرير النهائي الذي سيصف دراسة هذه الحالة. إجراء الدراسة حتى أني أنا أحصل على أفضل تصور كباحث، يتبع هنا الباحثين عن دراسة الحالة عدد من المداخل. أول شيء وسيلة أو أكثر، يستخدم هنا الباحثين دراسة الحالة في هذه مجموعة من الوسائل، تشمل المقابلات الدراسية الميدانية، الملاحظة بالمشاركة، ويمكن استخدام أي من هذه الوسائل أو أكثر في وسيلة في آن واحد. يعني ممكن أنا أستخدم شغلات كتير في مرة واحدة مش مربوطة مع بعضها البعض، يعني ممكن أنا أستخدم كذا طريقة، أكثر من طريقة حتى أوصل للهدف تبعي وأجيب السؤال تبعي مقابلة، ملاحظة، ملاحظة بالمشاركة، هنا حنشرحهم واحدة واحدة. اختيار المبحوثين، مين هي الفئة المستهدفة من البحث؟ الفئة المستهدفة هنا دراسة الحالة يمكن أن تدرس فرد واحد زي ما وضحنا أو مجموعة صغيرة من
المبحوثين أو من أفراد المجتمع. هنا الباحث يبدأ عادة بتاريخ هذه الحالة، وهي مرحلة ضرورية جدا حتى إني أتزود كباحث بالتاريخ الشخصي اللي هو الهيستوري، زي ما نقول عنه الهيستوري أو الخلفية السي في والسيرة الذاتية. تتضح أهمية التاريخ الشخصي للمبحوثين في مرحلة لاحقة، بتبين معايا وين؟ عندما يبدأ الباحث في تحليل البيانات واستخلاص النتائج. عشان هيك ذكر، أنثى، العمر، تاريخ الميلاد، مكان السكن، عدد أفراد الأسرة، وهكذا. كل هذه البيانات إلها تأثير وإلها استنتاجات وإلها علاقات مع بعضها البعض. يعني شو علاقة كذا بالعمر؟ شو علاقة كذا بعدد أفراد الأسرة؟ شو علاقة المشكلة الفلانية كذا بمكان السكن، الموقع الجغرافي، وهكذا. إذن السي في هنا مهم جدا في اختيار المبحوثين. في جمع البيانات أو جزئية جمع البيانات، هناك 6 أنواع من البيانات ممكن أن يتم جمعها في دراسة الحالة. ممكن أجمع بيانات عن طريق الوثائق اللي هي العقود والشهادات والدراسات وهكذا. ممكن أنا أروح على سجلات الأرشيف المتعلقة بالموضوع اللي أنا بدي أنا أبحث عنه، أو إني أعمل مقابلات مع الأفراد أو المجموعات أو المجتمعات اللي أنا أعمل عليها دراسة الحالة. ممكن أنزل على الميدان وأنا ألاحظ بنفسي الملاحظة المباشرة بنفسي، أنا أستخدم الحواس تبعتي كلها، الملاحظة بالمشاركة. يعني هنا أشارك المجتمع وأقول لهم لاحظوا معايا، شوف إيش، زي اللي هو بيقولوا عاصف ذهني، فوكس جروب. هنا بيتم اللي هي المجموعات المركزة عبر هاي الملاحظات بالمشاركة، حتى إني أنا أشوف إيش اللي ممكن يستنتج من ملاحظة الناس الآخرين كملاحظاتي الشخصية والمنتجات الفنية. من أجل أن تكون دراسة الحالة أكثر صحة وأكثر مصداقية، هنا يفضل اتخاذ مصادر متعددة في البيانات وعدم الاعتماد على مصدر واحد. يعني لازم أنا أنوع في دراسة الحالة عن المصادر تبعت البيانات. في جمع البيانات لازم أستخدم 3 أو 4 مصادر على الأقل حتى تكون الدراسة والنتائج أكثر مصداقية. لما يجي جزئية تحليل البيانات، هنا تحليل البيانات له 7 أطر لتنظيم وعرض المعلومة. الإطار الأول دور المبحوث، المبحوث اللي هو الفرد أو المجموعات. تحليل شبكات التبادل الرسمي والغير رسمي بين المجموعات. هنا إيش العلاقات الرسمية والغير رسمية بين المجموعات في الإطارات التي أنا افترضتها. الإطار التاريخي، الإطار المفهومي، تاريخ العينات، مفهوم الشرح هنا، الموارد التي استخدمتها، الطقوس والرموز، إيش المعادلات والفرضيات، الأحداث الحرجة التي تحدث أو إعادة تأكيد معتقد، ممارسات، قيم أساسية لهذا الطرف، لهذه الأطر، وإله هنا هدفين. يعني مثلا الأحداث الحرجة، الأحداث المهمة المفصلية التي تحدث. مثلا الأطار الأول البحث عن نموذج ضمن البيانات، والثاني هو البحث عن نماذج تعطي معنى لدراسة الحالة. يعني هنا في نموذج ممكن يصدر معي من خلال البيانات اللي أنا بتم جمعها. البحث عن نموذج ضمن البيانات يعني زي ستاندرد كده، بكون في مصادر البيانات عندي بيظهر وبستخدمه، زي مثلا الاستبيان أو المقابلة أو الفوكس جروب اللي هي المجموعات البؤرية المركزة. والثاني البحث عن نماذج تعطي معنى لدراسة الحالة. ممكن هنا أبحث عن نموذج سابق أو يعني زي ما بيقولوا إيش في كان استخدام سابق لبعض النماذج من الباحثين آخرين استخدموا ونجح معهم، يعني مش التقليدي. ممكن هناك نماذج أخرى تعطي تأكد المعتقد اللي أنا ببحث عنه أو الممارسات
اللي هي هنا لما بنبحث عن الكاب اللي هو knowledge attitude and practice، اللي هو العلم والمعرفة والتطبيق في الدراسات. لما بدي أشوف أنا ممارسات لمجتمع معين، ممكن أنا في نماذج سابقة تم استخدامها أو نظريات سابقة تم استخدامها مش التقليدية اللي أنا بدي أستخدمها أو بفكر فيها كمعظم الباحثين. شكرا لكم.